هذه كانت خطة مسيلمة الكذاب، كان يريد للمسلمين أن يقضوا جوعا وعطشا وتعبا في هذه الصحراء، وبينما هو في حديقته هو وجنده من بني حنيفة عندهم طعامهم، عندهم شرابهم، عندهم كل ما يحتاجونه لحصار طويل جدا. فخالد رضي الله عنه بدأ يفكر مع من معه من المسلمين ويحاولون تدبير الأمر، فإذا صبروا على هذا الحصار فإنهم لن يستطيعوا الصمود، وإذا حاولوا أن يكسروا الحصن فلن يستطيعوا لأنه مرتفع جدا. فما الذي نفعله؟ بدأوا يفكرون حتى جاءهم أحد الجند، قيل إنه أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، السماك ابن خرشة رضي الله عنه، قيل ذلك وقيل رجل آخر، على الأرجح أنه أبو دجانة. جاءهم وقال: يا خالد احملوني حتى تلقوني في داخل الحصن فأفتح لكم الباب بإذن الله. فقال البعض له: تلقي بيدك إلى التهلكة وتلقي بنفسك إلى موت محقق. فقال: والله لتفعلن، إذ إن هؤلاء القوم فعليا هي خطة ذكية. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم قد أمنوا، هم عارفون إنهم موجودون داخل حصن، جدرانه مرتفعة، مغلق تماما، لا يستطيع أحد أن يأتيهم ولا يستطيع أحد أن يدخل عليهم، وبالتالي هم آمنون. فكيف إذا جاءهم نازلا عليهم من السماء كالصاعقة؟ لن يتخيلوا أن هذا الأمر يمكن أن يحدث. فكر خالد رضي الله عنه في الأمر ووجد أنها خطة لا يعرفها العدو، وهذه ميزة عند خالد رضي الله عنه، كان يبحث عن أي خطة جديدة لا يعرفها العدو فيقوم بها مباشرة. فعند ذلك حملوه على الرماح كما تقول بعض الروايات، وهناك رواية تقول إنهم أجلسوه داخل درقة، الدرقة اللي هي الدرع فعليا، ثم حملوه على الرماح وألقوه من فوق الحصن، فإذا به ينزل عليهم كالصاعقة، وجرح جرحا خفيفا أثناء محاولته فتح الباب، وفعلا فتح أحد الأبواب الكبرى للحصن، فاقتحم المسلمون هذا الحصن بكل قوة. كان ذلك يوما عظيما، سميت هذه الحديقة بسببه حديقة الموت، كان الشعار الذي أطلقه خالد رضي الله عنه أثناء المعركة في تلك الأيام، وخاصة في داخل حديقة الموت، شعار عظيم: ومحمدا، إذ كان بذلك الشعار يذكر المسلمين دائما بأنهم إنما يقاتلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكرون بذلك حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك ما يريده خالد من خلال هذه العملية، فصار ينادي ومحمدا أثناء اقتحامهم لحديقة الموت، وحدثت هناك مقتلة عظيمة قتل فيها الآلاف من الطرفين، ولكن المعركة لم تنتهي حتى تدخلت يد فعليا تحمل حربة وترميها على مسيلمة الكذاب، وهذه اليد هي وحشي، ذلك العبد الحبشي الذي قتل بحربته تلك حمزة بن عبد المطلب، قتل مسيلمة الكذاب. وأيضا هاجمت مسيلمة الكذاب أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وضربته بسيفها، فقتل مسيلمة الكذاب عند ذلك. ولما قتل مسيلمة انتشر الخبر بأن مسيلمة الكذاب قد قتل، وانهارت معنويات جيش المرتدين، ففروا في كل اتجاه، واتبعهم المسلمون فعليا يحاولون منعهم من الانتشار في هذه المناطق. وانتهت معركة اليمامة على نصر عظيم محقق ومستحق للمسلمين فعليا في هذه المرحلة بقيادة خالد رضي الله عنه. وبنهاية هذه المعركة وبمقتل مسيلمة الكذاب انتهت حركة الردة في الجزيرة العربية.